كثير هي مشاكل هذه الحياة، وكثير هي جرائم القتل الغامضة التي لم تفك ألغازها ولم تعرف لها السلطات حلا. هل تعلم أيها المستمع الكريم أن ثلث قضايا جرائم القتل في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تبقى عارقة بدون حل؟ وهذا هو النوع من القضايا الذي يجعل الخوف يدب في الكثيرين لدى معرفتهم أن قاتلين متوحشين لا يزالون يجوبون الشوارع والمدن أحرارا، ومن يدري من قد تكون ضحاياهم التالية. أول هذه القصص أبتدئها مع قضية الصبي داخل الصندوق، وصولا إلى الغموض المحيط بالغرفة رقم 1046. جمعنا في هذه الحلقة 6 قصص، سنقدم قصة في كل حلقة من أبشع قضايا القتل التي لم تحل لحد الآن، والتي ستجعلك لدى الاستماع إليها تفكر مليا في طبيعة البشر الذي نقتسم معهم الأكسجين على سطح الأرض. فتابعونا لتعرفوا القصة كاملة. في 23 من شهر فبراير من سنة 1957 كان مواطن أمريكي يتفقد أفخاخ فئران المسك التي نصبها في الغابة خارج بلدة فوكس تشايس في ولاية فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما عثر على صندوق داخله تقبع جثة طفل صغير. ولعلمه بأن أفخاخ فئران المسك التي نصبها كانت عملا غير قانونيا، قرر هذا الرجل ألا يبلغ عن الجريمة حتى لا يقع في ورطة. بعد يومين من ذلك التاريخ كان أحد الطلبة الجامعيين يدعى فريدريك بينوسيس يتجسس على الفتيات في ثانوية جود شيبرت عندما عثر هو الآخر على الجثة، وتردد بينوسيس كذلك في التبليغ عما رأى لأنه هو الآخر كان يتجاوز القانون ويخرقه بتجسسه على الفتيات. لكنه بعد يوم فقط من التفكير الملي اتصل بالشرطة وبلغ عن الجثة في الغابة. كانت الجثة التي عثرت عليها الشرطة تعود لطفل حديث السن أصبح يعرف فيما بعد باسم الصبي في الصندوق أو طفل أمريكا المجهول، وكانت جثة مجردة تماما من أي ملابس، وكانت يدا الطفل وقدميه متجعدتين كما لو أنه تم إغراقه في الماء قبل موته. وأظهرت التحاليل اللاحقة أن مريئه احتوى على مادة داكنة، مما يفيد بأنه قد يكون تقيأ قبل موته بلحظات، وكان سبب موته المحتمل هو ضربات عنيفة متعددة تلقاها على مستوى الرأس والعياذ بالله. وبشكل مثير للحيرة لم يتقدم أي أحد لتحديد هوية الطفل أو ادعاء معرفته به، على الرغم من أن القضية جذبت اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية بشكل كبير، ولم يبقى أحد في أمريكا لم يسمع بقصتها. بعد قرابة نصف قرن من العثور على الجثة تم إحراز بعد التقدم في فك لغز القضية في سنة 2002 عندما اتصلت طبيبة نفسية بالسلطات قائلة بأن بحوزتها معلومات عن قضية طفل أمريكا المجهول. وقالت الطبيبة النفسية بأن إحدى مريضاتها والتي تدعى ماري اعترفت لها بأن والديها اشتريا صبيا صغيرا واستغلاه لأغراض جنسية، وهو نفسه طفل أمريكا المفقود. ووفقا للمريضة ماري كانت والدتها تستحم مع الصبي عندما تقيأ فجأة، ولغضبها الشديد بدأت تضربه بقسوة إلى أن مات. ادعت ماري كذلك أنها رافقت والدتها إلى الشمال الشرقي للمنطقة الغابية في فيلادلفيا، حيث قامت بلف جثة الطفل في قطعة قماش ثم وضعته في الصندوق وتركته هناك. اقتنع المحققون أن أقوال ماري كانت حقيقية حتى على الرغم من معرفتهم
بأنها لم تكن مستقرة نفسيا وعقليا، غير أنهم لم يتمكنوا من التواصل معها بشكل مباشر، ذلك أنها بدا وكأنها فرت من البلد بعد أن قرأت اسمها على الكثير من الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية بعد انتشار قصتها، ولم يعثر عليها أحد أبدا بعد ذلك. وبالتالي أغلقت قضية طفل أمريكا المجهول مرة أخرى إلى يومنا هذا. اخترت هذه القصة في بداية العام الدراسي حتى أبعث رسالة لكل الآباء والأمهات: لا تتركوا أبناءكم عرضة للضياع، فالذئاب البشرية المتربصة ومريضي النفوس والقلوب والعقول يتربصون بأبنائكم في النوادي، في المدارس، في باحات الاستراحة وفي الحدائق. اعتني بابنك، اعتني ببنتك. السلام عليكم ورحمة الله.